مرحبا، بي ماي جيست بتطلع عليكم بحلقة جديدة لليوم، واليوم ضيفتنا باتريسيا صادر من ايزي لوز تتكون عم تخبرنا أكثر عن نشاط ايزي لوز بهالفترة الأخيرة وتكريمهم للإعلامية ريمان جيم. أهلا وسهلا فيك باتريسيا. أهلا فيك رامي. ايزي لوز صارت كتير مسموعة بلبنان، صارت كل الناس بتنزلها على التليفون عندها هالابليكيشن يلي عطول بس نستضيف حدا من ايزي لوز منقول انه هالابليكيشن يلي بتسهل على كل حدا منا ما بيفهم بالقانون او ما بيعرف يصير يكون عنده فكرة عن القانون بطريقة مبسطة، بطريقة قريبة للناس، للغة الناس المحكية، إن كان بقانون أجارات، عمل، زواج، أو أي مشكلة يمكن تعترضنا أو موضوع منحب نسلط عليه الضوء أكتر أو نعرف عنه أكتر. قدي اليوم ممنونين ومبسوطين من هالفيدباك عن إيزي لوز. أول شيء نشكر الله، كل الفيدباك بوزيتيف. مين ما عم بينزل ابلكيشن عم بيحط فيري جود كومنتس، يعني عم بيعطينا معلومات معلومات كمان قيمة عن الابلكيشن، وحتى عم يبتكروا طرق جديدة لاستعمالها. الفكرة كانت انه نبسط القانون، والفكرة كانت انه بدل ما كل دقيقة يمكن نتصل بمحامي أو بمستشار قانوني يكون عنا شيء تحت إيدنا دغري يجاوبنا على الأسئلة على القليل اللي بتكون بديهية. صح. عم نتفاجأ بكتير سيرتش أو مجالات بالبحث، في كتير ناس عم يسألوا أسئلة جريئة، يعني بركة منهم ما بدي أقول مسترجين أو ما قلهم عين يمكن يسألوها لمحامي أو لمستشارهم. عم نلاقي أسئلة من كم يوم هيك عم نستغرب، يعني قديش الناس عن جد بحاجة تستوضح عن مواضيع كتير انتيم مثل ما بيقولوا أو شخصية بتختص بكل نواحي الحياة، بتختص بالعنف، مرأة ضد رجل، رجل ضد مرأة، يعني بتستغربي، بتختص بالورثة بين الأديان، هل يا ترى مثلا السنة بورثوا الدروز أو الشيعة بورثوا الدروز أو لا، كتير تفاصيل عم ناخدها بالأسئلة تبع الناس وعم بتكون مفيدة. ونشكر الله هلأ عم نحضر كمان فيتشرز جديد، بدنا ننزل بلغات تانية مش بس بالعربي تنقدر نوصل لشريحة أكبر، لأنه الشريحة الأصغر بتفضل تقرأ بغير لغة يعني مش بس بالعربي. صح. وماشي الحال. حلو، اسم الله عليكم. بس تعرفي باتريسيا الأحلى منه أنه أنا لأن نزلت عندي، إذا حاطة أنه عندي مثلا مواضيع مفضلة كل ما ينزل شيء جديد عن هالموضوع ببعثوا لك نوتيفيكيشن انه هذا الموضوع نزل له شيء جديد. صح. واليوم الأسئلة قدي عن جد ذكرتي انه يمكن ما إلي عين انت اذا محاميتي اسالك عن الورثه او بتصير تقولي، لانه اللبناني خاصه اللبناني بخاف من نظره الناس له. مزبوط. خاصه اذا كان محامي بصير يقول انه باله بالورثه او بده يطلق او مثلا عنده مشكله بالاجار ما كنا عارفين، يعني بخاف هالاسئله اللي عن جد عنده اياها بداخله انه حدا يعرف عنها، مع انه هذا حقه الطبيعي وهذا حقه الشرعي انه يسال محامي او مستشار قانوني. بس يمكن البشر بدل عنا شويه خجل وشويه اعتبارات ثانيه. 100% مشان هيك هالابلكيشن اجت تحل بعض المشاكل وتكسر هالحاجز بيننا وبين القانون انه نسال اسئله هالقد غميقه بمشاكلنا الحياتيه اليوميه. بعرف انه الفيدباك كتير حلو، وبعرف انه شاركته كمان بالصبحيه للجنه المرأة بحصرون، بدي اشكركم. وكتير ناس نزلوا الابليكيشن. صحيح. وكتير ناس اجوا قالوا لي انه نحن انبسطنا انه كان في ايزي لوز فوق وعرفنا فيها ونزلوا الابليكيشن وعندهم هيك هلا حشريه يطلعوا اكثر على المواضيع. خبرينا شو كنتوا عم تعملوا فوق. اول شيء كان شرف لنا انه ننداعي على صبحيه حصرون. حصرون يعني قصه كبيره. حصرون منطقه كتير حلوه، تقصى روعه، استقبال ناسها غريب، يعني انا بعرف كم شخص بحصرون مش مقبول انه كون انعزمت على 3 أو 4 مطارح تتغدى بس لانه عرفوا انه انا جاي من بيروت. ناس ما بعرفهم، ناس بدها تشربنا قهوه من وين جايين بس يعرفوا من بيروت. ما في بدكم تقطعوا تشربوا قهوه، مش معقوله شو مضيافين. عن جد كثير يعني مضبوط. الشمال مزايا الى حصه الاسد. صح. حصرون منها. جمعيه الجامعه بلوتو كانت كثير حلوه مضبوطه، يعني انا يمكن التقينا فوق وقلت لك
كان في وهرة للجمعة وكان في احترام صح. لا يلي عم بيقوم يحكي والناس لبعضها وكان التنظيم رائع رائع عن جد. قلت لك انه ولا مرة شفت بصبحية نسوان يلي يعني مبدئيا بيحكوا كتير هالقد في ناس عم تسمع وناس عم بتشارك الحمد لله. So everything was perfect. هلا بالنسبة لإيزي لوز في كتير ناس انتبهوا لأنه القصة كلها بأنه الناس تعرف صح. وبما أنه نحن التطبيق نازل مجاني الناس بس تعرف ما بيعود عندها سبب ما تنزل صحيح. في كتير ناس مزبوط تعرفت عليهم في منهم كانوا منزلينا يعني في أشخاص عندهم جمعيات وعم يستفيدوا صح. منا بجمعياتهم قلت لي بوقتها تعالى صح. مزبوط صح. تعالى وفي ناس لقى كتير كانوا مهتمين فيها وحتى يعني تبرعوا يحطوها على ويب سايت لأحزاب معينة تتنتشر أكثر. نشكر الله it was very good. هلأ شو الكم لقيتي أنت وريما تتكون عم تكرموها؟ نعم ليك ريما نجام إعلامية مميزة عيب نحن نحكي فيها أو أنا بالأخص أحكي فيها. ريما مسيرتها أثبتت أنه الأشخاص عن جد بيقدروا يظهروا من تقليد المهنة يعني بيقدروا يظهروا أكثر من أنه يكونوا بس إعلامية عم بيسلوا الناس وعم بيقطعوا وقت على الهواء. ريما بتفوت على العمق يعني ريما بتسمع مشاكل بتحاول تحل مشاكل والمميز أنه بطريقة مميزة صحيح. يعني ولا مرة حلت المشاكل أو عطيت النصايح مثل ما بسمعها بركي وين ما كان من ستة من أمي ومن جارتي سو عطول بتاخد هيدي الخطوة اللي لقدام مميزة عن جد طالعة برات الخط مثل ما قلت عنها بالرغم من أنه أفكارها كتير جديدة وكتير متمردة على واقعنا ما قبلت يعني أنه أفكارها تصير فوضى ما قبلت أنه تخلي تنقول الحب يظهر من عوايده الصحيحة ما خلت بركة ما بعرف كتير ضبطت الأمور عند الناس بس بطريقة جديدة. هلأ بما أنه هي كمان واحدة من أهدافها تقوية الجنس اللطيف بتنزعج أوقات وقت اللي بيقولوا أنه جنس لطيف لأنه بتعرف أنه في قوة عند المرأة كل مرة صح مزبوط كتير كبيرة إذا قررت تطلعها يعني الله ينجينا إذا قررت تطلعها مزبوط الله ينجينا اللي بتعمله هي أنه لا بتحفزها وبتدفشها وبتخليها تظهر بتبلش بالفكرة تظهر وبعدين تظهر بالتصرف نحن تطبيقنا بدنا نظهر الناس من المألوف بدنا الناس تعرف أكثر ما بدي مواضيع تابو يعني ما بدي ما أعرف إذا جريمة الشرف جريمة أو لا ما بدي ما أعرف إذا هيدا حقي أو مش حقي وما بدي أقرأ 500 كتاب قانون تقدر أعرف بركة أبسط حقوق لإلي أنا كمواطن وحتى لو كنت سجين ما كمان السجين عنده حقوق طح. يعني هول ما بدي بقى ما أعرفهم بدي كل الناس يعرفوا كل شيء بدي ضوي على الأشياء بدي ضوي اللي بعيشها كل اليوم يلي اليوم المجتمع والدولة بمحل معين والمؤسسات بجربوا يخبوا يعني اليوم فوتي على الضمان ما بتعرفش حقوقك يمكن فوتي على اي مؤسسه معينه بتحسي انه انت خلص راح تمضي هالورقه وتدفعي هاللي عليك وتفلي بس انت ما بتعرفي حقوقك وواجباتك يعني ابسط الامور يلي هي مخفيه عنا يلي ما عنا وعي عليها عم نلاقيها بهالابلكيشن وبعتقد انه هالثوره يلي داخل الانسان يلي لازم يطلعها ان كان بالحب بالعنف بالطلاق بالزواج بالحقوق بالواجبات بحقه كمواطن لبناني عايش بهالبلد ريما بتحكي عنهم كل يوم عبر الاثير انتم بتحكوا عنهم بهالتطبيق وهيدا اللي جمعكم وهيدا اللي خليكم تكونوا كنا بس معنا. عم نحاول نشد عقيده ونشجع هيك ناس يعني عشان هيك عملتوا لها عيد مشان هيك عملنا لها بصمه كان حلو كثير صحيح هالكادو وكثير حبته هي وبعد اليوم بتقلي انه بس تطلع فيه بتقلي مش معقول شو زيت البصمة أنا بس شفتها بتخافي صراحة بقى هم نوجه تحية لمايا سبقتيني يزبك من the 10 toes twinkles and toes يلي عن جد هي كتير بروفيسيونال يلي سبق وقدمت وكان ضيفتنا أصلا هون بالبلاتو وقدمت لكبار الفنانين كمان عن إليسا عاس حلاني وكتار غيرهم بقى كان حلو هاللفتة لإلكم لريما قديد يوم ريما بتعطيكم بوش إنه تحكي عنكم هالناس كمان تعرف بإيزي لوز ريما إنفلونسر يعني
أبعد من إنفلونسر على إنستا عنده مدري كم ألف فولوور. إنفلونسر لقلك ليه؟ لأنه إذا أثرت فيك ريما أوتوماتيكلي أنت رح تأثر باللي حواليك، والورد أوف ماوس تنتشر، هي أسرع وسيلة للتسويق. صحيح. يعني ألو باتريسيا هيك 100%. يعني مجرد ما أنت يصير معك شيء بدك تخبري، دغري بتخبري. والستاتستكس بتقول انه كل انسان بخبر مبدئيا 7 اشخاص عن اي خبريه او قصه او حادثه بتصير معه، وهيدا هيدا بلبنان المينيموم 7 اشخاص. احنا 700 وطلوع من هون، 700 وطلوع ايه والجيران والحي وال 100%. ايه اكيد بيعطينا بوش انه ريما تذكرنا. هلا ذكرتنا او لا، نحن حبينا ضمنيا عن جد نكون عم نشجع أشخاص مثلها. هي بتسحق التكريم بغض النظر، بغض النظر عن شو بده يصير بالعلاقة المستقبلية مثل ما بيقولوا. هي شخصية فريدة، ويمكن إذا في ناس ما بيحبوا يكرموها، بس أكيد أكيد بيحبوا يشكروها. سو هو كان مثل شكر وتكريم أكيد لدورة. فمنرجع منقلها ألف مبروك للإعلامية ريما نجام. تنرجع على إيزي لوز اليوم، المفاجئ أنه مش بس الكبار عم بينزلوها، الصغار اللي عندهم حشرية يعرفوا أكثر عن هالمواضيع. قدي اليوم هالترمز اللي بستعملون، هالأبحاث، هالساعات الشغل تتنزلوا أي موضوع معين تنتبهوا له بدقة وبتأني وبتشتغلوه من قلبكم كأنه حدا من ولادكم عم بيقرأ هالخبر. لكن شو صار وتأذكر يعني كمان قصة حدا من ولادنا. نحن في عنا فريق من الحقوقيين عم يشتغلوا على الأسئلة، أكيد بياخدوا عدة مراجع، يعني مش بس بياخدوا القانون اللبناني، بياخدوا عدة مراجع من عدة وجهات نظر. صحيح. بياخدوا المراجع بيشتغلوا على كل موضوع، وأكيد بيحطوا سؤال جواب. هلأ ببعض الأوقات في يعني terms ما بنقدر نهرب منهم، مضطرين نحطهم. كل term صعب أو منعتبره ندفع قانوني زيادة عن اللزوم منحط تحته خط، بهيدي الطريقة الشخص بيقدر يكبس عليه وبياخد التفسير. يعني حاطينه بمعجم. عنا أكثر من 250 ترم هلأ كله مفسر. حلو. يعني مثلاً بركي شخص ما يعرف شو يعني تنقول جريمة، لأنه كلمة جريمة فيها، أنا مني شخص حقوقي بس اللي بعرفه من الابليكيشن، كلمة جريمة فيها عدة أوجه. فالكلمة بتعني هيك بهالمطرح. أوكي. بيكبسوا عليها وبياخدوا التفسير القانوني لها. في عنا تقريبا 250 ترم مفسر. هلا الشغل ما بيخلص هون. حط هالشخص الحقوقي السؤال والجواب، الشخص الثاني كمان حقوقي بده يرجع يقري، لانه انا ما بيهمني راي واحد، بيهمني راي ثاني. هلا في بعض المواضيع اللي بنلاقيها كثير حساسه بناخد استشاره ناس بالقضاء وناس عندها فترات طويله من الخبره. يعني سنوات من الخبره، لانه فريما كثير دقيقين بيكونوا المواضيع. وانت بتعرفي انه القانون منه يا ابيض يا اسود. أكيد. القانون هو ماده رماديه. ف بيحمل تاويل، بيحمل وجهات نظر مختلفه. وانتم اليوم مرجع مهم، يعني اذا صار في لكون صغيره بتحسي باثر كمان عليكم. من بعد ما يخلص الشغل القانوني على الاسئله والاجوبه، في شخص مثلي ما بيفهم قانون بياخذ وبيقرا السؤال والجواب. هل يا ترى فهمه ما فهمه، قدر يستوعبه مظبوط؟ شخص عادي. هلا كل شهرين مبدئيا نحن بنغير هالاشخاص، لانه ما بدي ذات الافكار تقرا ذات الاسئله. يعني ما بدي ذات الشخص هو يكون عم يحكم لي على ذات الاسئله. هدول ناس بارت تايم بنتعاقد معهم، اوقات بيكونوا اصدقاء، اوقات بيكونوا لا بيد بيبل، اوقات بيكونوا وهن من ديفرنت ايج جروب. يعني هذا اللي اشتغلناه بالفوكس جروب اول ما طلعنا بالابلكيشن، لقينا انه تاشتغل شيء للمجتمع ما بقدر ما اخلي المجتمع انفولف. اكيد تدلني منتبهة انه اسئلتي بمتناول كل الناس. هلا على سيره ذكرت الاولاد او الولد، انا عندي بنت عمرها 14 سنه، بقى بتعرفي بالصيف منصيع ومنضيع، قلنا لها نزلي اعملي تريننج عنا بالمكتب. برافو. نزلت قعدت اسبوعين تقرا اسئله اجوبه. برافو. اللي ما تفهمه تحط لي اكس عليه. اوكي. سو انا ارجع اقري، اوقات تكون اكيد مبالغ بالموضوع، يكون لا بسيط بس هو اكثر من مستواها، اوقات يكون لاقي ما حق انه فيه تورنير او فيه برمه ما قدرت افهمها. حلو. نرجع نظبط الموضوع. حلو. بقى هيدا اللي بخلي
الأواني تكون إيزي مع إيزي لوز. نعم اسمها معها أصلاً إيزي لوز عن جد، والاسم الابليكيشن كتير حلو. صحيح. وانا بعرف انه اليوم في فريق كتير كبير عم يشتغل. مزبوط. يعطيكم الف عافية من قلبكم، لانه اليوم عن جد هينتوا علينا وبعرف انه في محامين وفي قضاة كمان نزلوا الابليكيشن. مزبوط. وعم بيحكوكم وعم يتواصلوا معكم، لانه يمكن اليوم الواحد اهين شيء صار هو البورتابل. صح. واهين شيء صار هالتليفون يلي بتصوري فيه وبتفوت فيه على كل دول العالم بكم كبسه. كيف اذا قوانين هالقد مهمه؟ مزبوط. مش مضطره تفوتي بقى على جوجل او على غير ويب سايتات، بيسهل على كل الناس. يعطيكم الف عافيه وان شاء الله على طول هيك بدلكم للامام. شو المشاريع المستقبليه؟ المشاريع المستقبلية إذا الله راد ننطلق على مناطق تانية غير لبنان بإيزي لوز، تصير كمان بمتناول غير شعوب. إن شاء الله هيدا حلم بلشنا نشتغل عليه. مشاريعنا الجديدة فيتشرز جديدة، يعني واو، لأنه بكرة نرجع نحكي فيهم. غير أكيد اللغات فرنساوي وإنجليزي، عم نفوت مطارح تانية. حلو. بس كمان بضمن الابليكيشن نفسه. حلو. وبدي لك شغل، اليوم كتار منا بس نرجع شيء ونقعد نرتاح، نفتح فيسبوك نفتح انستغرام، صرنا نفتح إيزي لوز نشوف شو منزلين شي جديد. بقى اليوم بدي كل المشاهدين يلي بعد ما نزلوا هالابليكيشن إيزي لوز، بتفوتوا على أي تليفون عندكم إياه على البلاي ستور بتنزلوها فور فري، بيكون عندكم حشريه تعرفوا مواضيع اكثر، فيكم تكونوا عم تقروا عم تتثقفوا اكثر عن مواضيع بتهمكم وبتحبوها. ميرسي لك باتريسيا على وجودك معنا. مرسي اليوم. ميرسي لك رنا على طول السباقه بكل المواضيع الجديده. وانا والفريق كله تبعي عن جد بنشكر دعمك، وبنشكر دعم المنطقه، وبنشكر دعم صدى تي في كمان. شكرا لك. ثانك يو. ان شاء الله بالحلقات اللي جايه نحكي مواضيع اكثر بتهم الناس، احنا وعدناهم من قبل ورح ننفذها. مواضيع بتوجع، يمكن مواضيع بتضحك، مواضيع مهمه بحياتنا اليوميه، حلو نضوي عليها اكثر ونعرف كيف عم تشتغلوها. شكرا لك، تحيه لكل فريق العمل. بدي اشكر كل اللي تابعونا اليوم بهالحلقه. بكره حلقه جديده. مرسي ليارا زكريا وهاريس بلو، الى اللقاء.